الإنفلونزا الموسمية غدوى فيروسية تصيب الجهاز التنفسي وتنشط بحدة في فصلي الخريف والشتاء في شكل أوبئة خفيفة، إلا أن لها مضاعفات خطيرة قد تؤدي للوفاة، خاصة لدى الفئات الهشة من الحوامل، كبار السن، الأطفال دون سن الخامسة. هذا المرض الزكامرة كلنا كنعرفوه أنه ممكن يدوز بواحد الطريقة اللي سهلة، يدوز واحد المدة واحد 4 أيام أسبوع والمريض كيتعافى، ولكن الإشكال اللي كاين هو أنه ممكن تكون واحد المضاعفات، وهذه المضاعفات لا قدر الله ممكن تؤدي للوفاة، وبالتالي أننا كنحسوا الناس باش يديروا هاد التطعيم ضد هاد الحمى الموسميه. كاين واحد المجموعه ديال الفئات اللي خاصها تحمي تكون محميه، منها النساء الحوامل، منها الاشخاص اللي كيعانيوا بواحد المجموعه ديال الامراض المزمنه بحال السكري، بحال الناس اللي عندهم واحد القصور مزمن ديال الكلى، بالنسبه للاشخاص ولا الاطفال اللي ما كتعداش السنه ديالهم اللي اقل من 5 سنوات، بالنسبه كذلك الاشخاص المسنين أكثر من 65 سنة. وزارة الصحة والحماية الاجتماعية أطلقت ككل سنة حملة تلقيح ضد هذه الإنفلونزا الموسمية قصد تقليل انتشارها، ولما للتطعيم من أهمية بالغة في الحد من المضاعفات الخطيرة لها. وزارة الصحة كل سنة كتنظم هذه الحملة ديال التطعيم ضد هذا المرض كوفيد 19، فعن طريق التطعيم فتمكننا أننا نحميو السكينة ديالنا ونتفادوا واحد المجموعة نتاع الوفيات، واحد المجموعة ديال لوزوسبيتاليزاسيون في المراكز ديال العناية المركزة. وبالتالي هذا واحد المسألة اللي ممكن نديروها اللي ما غاديش تكلفنا من ناحية ديال التمن، ولكن غادي يتمكننا من الحماية ديال الجسم ديالنا. ويحث الخبراء على ضرورة الوقاية من هذا الفيروس باحترام تدابير صارمة كغسل اليدين، تغطية الأنف والفم في حالة العطس، تقليل مخالطة المصاب، وتهوية الأماكن المغلقة.